الشباب نأدوا عليهم. مهند غسان فاز في المباراة الأولى الحمد لله رب العالمين على اللاعب الكويتي، وكانت مباراة قوية جدا وضمن الميدالية البرونزية. وفي المباراة الأخرى لعب مع الأوزبكستاني وخسر 2-1 بفارق بسيط جدا. وكونه نظام البطولة الجديد في التضامن الإسلامي أنك تلعب مباراتين بنفس اليوم، وهذا غير متبع في القانون الدولي، فكان إرهاق على الشباب. بالنسبة لإبراهيم جمعة طبعا كان بوزن 7 لاعبين، الحمد لله تأهل في المباراة الأولى، وفي المباراة المؤهلة للنهائي تقابل مع البطل القرقستاني، وكما رأيتم يعني كان متفوق بالجولة الأولى والثانية، ولكن النتيجة انتهت 2-1 يعني بفارق بسيط لصالح اللاعب القرقستاني. ونعول كثيرا على اللاعبين المتبقيين أصحاب الخبرة مثل البطل العالمي عدي أبو حصوة، واللاعب علي أحمد خلف، ومحي الدين، وأسيد الجعافرة. إن شاء الله نأمل بأن ننال يعني الذهبية والفضية بإذن الله على أقل تقدير.